لها كلمة مرحبا بسلم يا حبنا للما مش بدرب جنب اسمك معي الضم عز وهيبة اسمعي أهلا وسهلا اسمك معي الضم أنا جايتك اليوم كل يوم أهلا وسهلا الله يحفظك الله يسلمك الله ينصرك وانا من هاي تبشريتي صار أيوة كامرين الله يحفظك ويعلمه ان شاء الله نصر. الله يسلمك ايوه انا اليوم قابلت الوزير نعم الرئيس السيد الكاظمي والنعم نعم. والله يحفظكم ويحفظك وصاني ان اسمع طلباتك اي بعد. انا عند هذا الولد هذا تخرج من الكليه له سنتين هو الرئيس هم استلمت المكرمه منه أي. هذا عندي أنا ست بنات وعمته السابعة وأنا الثامنة نعم. هو هذا المعين مالني نعم. أو جاعتك وجاعد إلى سنتين لا شغل ولا تعيين الطلب استلموه بس أريد من هذه الرتبة الشريفة أريدك أنا لله وليك يعني أشوف من شيخ سعد تابع الواصل صار بس أمه هسه ماكو درجات وليك أنا بعد هذا جاعدة وأنا وهاي يعني نعم إن شاء الله إن شاء الله نتابع أي. خليت رقم موبايلك إن شاء الله إن شاء الله بس انا اريد الرقم مال السكرتير مالك صار ايه؟ انا بعد قوليك وشاربك هذا الشريف تابعوا يا اي الجدول يا حمد والله يحفظك وان شاء الله النظم ما دريتي انت والكاظم انتم الفين الطاقم العافيه الله يسلمك الله يسلمك